تحية ليوسف البلايلي اللاعب الجزائري اللي رفع الراية المغربية البارح مع الراية الجزائرية الراية الفلسطينية. تحية له من كل قلبي لأنه دار واحد الحاجة اللي زوينة. شكرا ليه بزاف. لا انت كتب سميتي يطلع لك. لا خصك تدخل اليوتيوب. اليوتيوب اليوتيوب تدخل اليوتيوب تفين داخل. طلعت عندك ولد عمتي. ولد عمتي هذا الاخ جمال. باش توصل لهذه المرحلة هذه اطلب الله سبحانه وتعالى يسهل الله على الجميع. شكرا لكم كاملين 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 كاملين. اخويا والله باش يعاونك شي واحد راه ماشي سهل خصوصا في هذا الزمان هذا. والله امين يا رب. وي راه ما كيخسر حتى شي واحد حتى شي حاجه الا دخل عندك ودار لك ابوني ومتابع ومشاهد. السي لطيفو. المهم هذه مدينه بن سليمان اللي ما عرفهاش راه فيها تيار الكواتشه. هذه كتسمى الشارع الحسن الثاني. هذا شارع شوفوني كاين شارع ماشي هو شارع واحد ولكن هذا الشارع هو الوحيد اللي انه ديما عامر تبارك الله. ما تقول لي الله ها انت راه تبارك الله راه مزيان. كب كب كباته كاين الشهر السيمانة حوت السيدة سولتني قالت لي واش كاين 10 أيام درت الشمس 10 أيام إن شاء الله راه غتروي مزيان يعني الفلاحة مزيان والله. شنو كاين شي واحد تما كيكون عنده شي عسل حر ديال بصح العسل اللي يكون ديال ديال ماشي ديال بيع الغشاش الغشاش هذا هو المشكل. شكون؟ فين عندهم؟ الغابه انا خدت واحد النهار داري محمد هذا واحد خدتو وراه عندنا ولد عمتي محمد ولدو محمد وعرفني على واحد الواحد الساعه قال لي واحد الثمن بزاف قلت لي الثمن قلت له واش الثمن شي 7000 ترى قال لك 12 هو خالي تعال 12000 هو 12000 12000 كيلو ماشي شي خير. السلام عليكم. المكان دخلتي ولا مات؟ اش درتو انتو؟ من عاد دخلناها دخلت خلصناها عاد غيمشيو حاسب طلعت